وقفت اليوم 18 ابريل امام لجات امام ولايه جهه مراكش اسفي، هي تنزيل وتنفيذ للبرنامج الذي سطره المجلس الوطني للكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. هذا البرنامج اللي بدا بمسيرات اقليميه اللي كانت يوم 19 فبراير، هذه المسيرات للاسف تم يعني المنع ديالها، وحنا اليوم في المحطه الثانيه من تنزيل هذا البرنامج اللي بدا يعني اللي فيه يعني اضراب عام بالوظيفه العموميه مع وقفات امام الولايات والعمالات. وبطبيعه الحال هذا البرنامج مازال مستمر، بحيث انه غادي يكون فاتح ماي، غادي يكون بطبيعه الحال واحد اليوم اللي غادي ينزلوا فيه للشارع وغادي يحتجوا فيه، وغادي يكون كذلك مستقبلا يعني غادي تكون واحد المسيره وطنيه في حاله يعني هذه الحكومه الا استمرت في التعنت ديالها. ده الوقفه ديالنا اليوم والاضراب العام اللي دعت الكونفدراليه تيجي اليوم يعني في واحد الاطار اللي تعرفوا الجميع، اللي تعيشوا جميع المغاربه، وحنا كذلك كموظفين يعني واحد الاطار اللي فيه واحد النوع ديال واحد الوضع اجتماعي اللي هو متأزم، واحد الوضع اجتماعي مترتي، تنعيشوا واحد الغلاء واستمرار في غلاء ديال الاسعار والمواد او المواد الاساسيه. كذلك الشيء اللي ضرب بطبيعه الحال القدره الشرائيه لنا احنا كموظفين وجميع جميع يعني شرائح المجتمع المغربي، بالاضافه الى انه كان الحكومه تعتبروها بانها حكومه بطبيعه الحال غير مسؤوله، بحيث انها تتنصل وتتهرب من التزاماتها، وتقصد هنايا يعني الاتفاق اللي وقعته معنا كشريك ومركزيه النقابيه الاكثر تمثيليه اللي هو اتفاق ديال 30 ابريل، لكن هناك واحد التنصل يعني وتهرب يعني في حين انها تنشوفوا انها تتوجه يعني العقد تقوم بواحد يعني واحد المسانده في واحد التوجه في واحد السياسه تدعم يعني بعيده اللي هي بعيده على ما هو اجتماعي كما رفعته كشعارات. اذا فاحنا واقفين هنا اليوم يعني تنطالبوا يعني بتنفيذ هذا الاتفاق ديال 30 ابريل، وبالاساس في الوقت الراهن يعني اللي هو اللي عنده الان تحت ديال الانجاز ديال يعني خاصو يكون الان وحاليا هو الرفع من الاجور، الرفع من الاجور ومراجعه الشطر الضريبه على الدخل والدرجه الجديده. وبطبيعه الحال نرفض كل الرفض يعني اي محاوله للمساس يعني بمكتسبات ديالنا كموظفين بالصندوق ديال التقاعد.